وصل نادي الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد تصدره للمجموعة الثانية عقب إلغاء مباراته مع سوار الغيني الذي فشل في التواجد في القاهرة لخوض مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وحصد نادي الزمالك 13 نقطة من 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل وحيد ولم يذق طعم الهزيمة. وينتظر الفارس الأبيض موقف الاتحاد الإفريقي من مباراة سوار الغيني والأقرب احتسابها لصالح الزمالك ليصل إلى النقطة رقم 16، وتأهل الزمالك كمتصدر للمجموعة الثانية يضعه في مواجهة أحد أندية المركز الثاني وهي مودرن فيوتشر وصيف المجموعة الأولى وريفرز يونايتد النيجيري وصيف المجموعة الثالثة والملعب المالي وصيف المجموعة الرابعة، ليصبح مودرن فيوتشر أحد المرشحين لمواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية في انتظار نتيجة القرعة، حيث سيلتقي فيوتشر مع أحد الأندية المتصدرة للمجموعات وهي الزمالك متصدر المجموعة الثانية ودريمز الغاني متصدر المجموعة الثالثة أو نهضة بركان متصدر المجموعة الرابعة.